طبعاً وزارة الداخلية عندها العديد من الخطط الأمنية موجودة. نعم. ويتم تدارسها وتنفيذها حسب الوضع الأمني لكل موضوع. نعم. إحنا اليوم نطبق قرار مجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة للجميع. فالمرض موجود وما هو هين نهائياً. فنتمنى من الجميع الالتزام بهذا القرار لما فيه المصلحة العامة. وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع القطاعات في الوزارة سواء من نجدة والمرور والمباحث وكذلك الأخوة من البلدية والصحة راح نقوم بتطبيق الإجراءات الخاصة بهذا القرار لما فيه المصلحة العامة. طيب هل راح يشمل عملكم فقط على الشوارع ولا بيكون شامل تجمعات في المزارع أو غيرها في الأماكن صوب الخيران اللي شفناها الناس مخالفة يعني بكل أشكالها الفترة اللي فاتت؟ نعم صحيح العمل راح يشمل جميع الأماكن. نعم. الأماكن العامة والأماكن الخاصة. ممتاز. الأماكن العامة ممثلة في المجمعات التجارية أي؟ الحدائق والمطاعم. الأماكن الخاصة متمثلة في المزارع والشاليهات والدواوين. القوة من وزارة الداخلية لحظة عفوا نعم. الدواوين معناته إذا شفتوا تجمع بدواوين راح تروحون تطبقون عليهم القانون. طبعا هو طبعا يعتبر مخالف للاشتراطات الصحية وهذا فعل مجرم. نعم. وفق القانون الصحة الوقائية القانون رقم 8 سنة 69. نعم. الحبس 6 شهور أو غرامة مالية 10,000 دينار هذا قانون. نعم. نعم وراح يطبق هذا الأمر لما فيه المصلحة العامة يعني. أتمنى أن يشوفون التطبيق الناس عشان فعلا يفهمون يعني الضربة القانونية اللي راح تطبقها وزارة الداخلية علشان الناس كلها تلتزم ونعدي هذه المرحلة أخوي.